السلام عليكم، هذا العرض مقدم من طالبات الصف السادس في مدرسة الأصايل، فمرحبا بكم. رسالة شكر قصيرة. شكرا لكم جميعا، شكرا مدرستي، شكرا معلماتي، شكرا عائلتي، شكرا أمي، وشكرا مجتمعي، والشكر الأكبر لدولتي ولحكام الإمارات وللشيخ محمد بن زايد حفظهم الله جميعا. بكت دولة بنت أمان، لأن العلم يبني رجال، ولك حق إننا نشكر جهود معلم الأجيال، لأن العلم له قدرة. صحيح، شكرا لك. لو ولدتي وردتها بلون أبيض، ثم قصت ما حول الوردة بالمقص لتصير كأنها حقيقية. كتبت أختها بخط جميل: أنا أحبك يا أختي، أدعو الله أن يشفيك ويعافيك. شكرا محمد بن زايد. شكرا محمد بن زايد. وصانا وأمنا على جي أدوات الرسم، وجلست تفكر ماذا ترسم؟ بدأت أحب التعلم عن بعد. شكرا شيخ محمد بن زايد. واعد وثق فينا وبو خالد، ولاجلك يا إماراتي بنو في عهدنا الكايد. لماذا لونت الوردة باللون الأبيض؟ لأنه وفاء إيش مالها؟ تحب اللون الأبيض. الأبيض، أحسنتم، برافو، لأن وفاء تحب اللون الأبيض. شطوري. أنا اسمي سلمى، استفدت من التعلم عن بعد. شكرا محمد بن زايد. شكرا محمد بن زايد. توفيق من الله، وهمتكم بخير.